الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه أجمعين. تلميذاتي العزيزات، تلاميذي الأعزاء، أواصل معكم إن شاء الله تعالى شرح درس المستثنى بإلا. أتأمل الجمل جيدا، لاحظوا معي: وصل المتسابقون إلا سعدا. لاحظوا معي أولا نوع الكلام، فهو كلام مثبت بمعنى غير مسبوق بنفي. فأنا لو قرأت الجملة وصل المتسابقون لفهمت بأن المتسابقين قد وصلوا بأكملهم، لكن عندما أريد أن أخرج سعدا من هؤلاء المتسابقين أستعمل أداة الاستثناء التي هي إلا، واضح؟ وأقول وصل المتسابقون إلا سعدا. فالمتسابقون هو فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، لكن هو المستثنى منه، والذي أخرجت منه سعدا، فسعد لم يصل، وصل المتسابقون ولم يصل سعد. فعوض أن نقول وصل المتسابقون ولم يصل سعد، قلت وصل المتسابقون إلا سعدا. استعملت إلا أداة استثناء لكي أخرج سعدا من حكم المستثنى منه. وفي هذه الحالة فإن المستثنى هنا واجب نصبه، فأعربه مستثنى منصوب، واضح؟ القاعدة رقم واحد. قاعدة رقم اثنان: كلام منفي، واضح، مسبوق بما، يعني نفي، أو لم أو لن أو ليس أو لا أو ما شاكل ذلك. ما وصل المتسابقون إلا سعدا أو إلا سعد، كلام منفي مستثنى منه مذكور، إذن إلا أداة استثناء سعدا فهي مستثنى إذا نصبتها، بينما إذا رفعتها فسأعتبرها تابعا للمستثنى منه، والمستثنى منه هنا مرفوع، وبالتالي فكلمة سعد في هذه الحالة سعد تعرب بدل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، فهو تابع للمتسابقين، واضح؟ ما وصل المتسابقون هنا مرفوع بالواو، وسعد رفعتها بالضمة، فأقول بأنه بدل تابع للمبدل منه في حركته الإعرابية الرفع، واضح؟ هذه القاعدة الثانية. إذن كلما كان الكلام منفيا مستثنى منه مذكور فإن إلا تعرب أداة استثناء الاسم الواقع بعدها، إذا أخذ حركة المستثنى منه فهو بدل، وإلا وإذا نصبته فهو مستثنى منصوب. الحالة الثالثة: كلام منفي مسبوق بلم أو لا أو لن، ومستثنى منه محذوف. لاحظوا هذه المرة حذفت كلمة المتسابقون وصل المتسابقون، هنا لم يصل، لاحظ لم يصل، لو أردت أن يعني في الحالة الثانية قلت لم يصل المتسابقون إلا سعدا أو إلا سعد، لكن هنا قلت لم يصل إلا سعد، فأنا حذفت كلمة المتسابقين التي هي الكل الذي أخرجت منه سعد، واضح؟ لم يصل إلا سعد حذفتها، وبالتالي هنا إلا لا دور لها، فقط هي أداة حصر تحصر الفعل عن الاسم الواقع بعد إلا، لأنهما إذا التقيا سيقع العكس. فسأقرأ الجملة: لم يصل سعد، واضح؟ لم يصل سعد، وبالتالي أنا هنا أقرأها وأنا لا أريد، وأنا وهنا تعطيني العكس، الذي لم يصل هو سعد، لكن أنا أريد أن أقول بأن سعد هو الذي وصل، فأقول لم يصل إلا سعد، وبالتالي يعني آتي بها هنا لأحصر الفعل عن الاسم الواقع بعد إلا حتى لا يلتقيا، لأنهما إذا التقيا سيقع العكس. في هذه الحالة كلام منفي مستثنى منه محذوف أي غير مذكور، إلا أداة حصر، ويعني الاسم الواقع بعدها يعرب حسب موقعه في الجملة، وكأن إلا غير موجود، وكأن إلا غير موجود، واضح؟ هذه الحالة الثالثة. لا أقول إلا الحق، هنا كلام منفي مستثنى منه محذوف، إلا أداة حصر، الحق مفعول به، فهنا الحق تعرب حسب
موقعها في الجملة وكأن إلا غير موجودة، فأقول لا أقول الحق، واضح؟ فالحق مفعول به. ثم أقرأها لا أقرأ إلا الحق، فأنا أريد أنني لا أقول بتاتا إلا الحق، واضح؟ ودور إلا هنا كما قلت هو أداة حصر، لأن الفعل أقول مع الحق إذا التقيا سيقع ما لا أريده أنا، يعني العكس، واضح؟ لم ألتقي إلا بعلي، نفس الشيء، كلام منفي مستثنى منه مذكور، إلا أداة حصر، بعلي جار ومجرور، كما أن إلا غير موجودة، واضح؟ وبالتالي نأخذ الخلاصة، المستثنى هو إخراج الاسم الواقع بعد إلا من حكم ما قبله، نخرج الاسم الواقع بعد إلا من حكم ما قبله، وصل المتسابقون إلا سعدا، فسعدا لم يصل بينما المتسابقون وصلوا، وبالتالي فهو يخالفه في الحكم، المتسابقون يعني يخالفون الواحد الذي لم يصل، واضح؟ إذن للمستثنى ثلاث حالات، الحالة الأولى أنه يجب نصبه، واضح؟ إذا كان الكلام مثبتا والمستثنى منه مذكور، مثل وصل المتسابقون إلا واحد، قاعدة رقم واحد. قاعدة الثانية ينصب الاسم بعد إلا أو يتبع المستثنى منه في إعرابه ويعرب بدلا إذا كان الكلام منفيا والمستثنى منه مذكور، واضح؟ ما زار الأصدقاء المريض إلا سعدا أو إلا سعد، إذا قلت سعدا فهي مستثنى، قلت سعدا فهي بدل. ما نضجت الفواكه إلا التفاحة أو إلا التفاح، بينما إذا قلت مثلا فهمت الدروس إلا درسا، هنا جاز إعرابها مستثنا أو بدل، ما فهمت الدروس إلا درسا. فكلمة درسا هنا إذا أردت أن أعربها مستثنا فهي مستثنا منصوب، وإلا فأقول بأنها بدل لأن المستثنى منه كان منصوبا فتعرب بدلا منه، ما فهمت الدروس إلا درسا، واضح؟ الحالة الأخيرة يعرب الاسم الواقع بعد إلا حسب موقعه في الجملة كما لو كانت إلا غير موجودة، واضح؟ إذا كان الكلام منفيا والمستثنى منه غير مذكور، إذا كان المستثنى منه غير مذكور فإن إلا تعرب هنا أداة حاصر أو أداة استثناء ملغات لا محل لها من الإعراب، والاسم الواقع بعدها يعرب حسب موقعه في الجملة، لن يفوز حرف نصب ونفي، يفوز فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، إلا أداة حصر المجد فاعل. ولكي تتمعن ذلك أكثر تأملوا معي النماذج الإعرابية، أثمرت الأشجار إلا النخيلة، هذه الحالة رقم واحد، لم تتخلف من المدعوات إلا هندا هندي، فإذا قلت من المدعوات إلا هند كانت بدلا، وإذا قلت هندا فهي مستثنى المنصوب، واضح؟ لن يفوز إلا المجد، فهنا كلام منفي مستثنى منه غير مذكور، إذن إلا أداة حصر الاسم الواقع بعدها يعرب حسب موقعه في الجملة. حاولوا أن تنجزوا من فضلكم هذا التطبيق لتعرفوا مدى تأكدكم ومدى فهمكم لهذا الدرس، وأتمنى أن أكون قد أجدت وقد يعني وضحت لكم ما أشكل عليكم فيه، وأتمنى لكم إن شاء الله تعالى التوفيق.